ارتفاع كبير في درجات الحرارة كما حصل هذا اليوم، يمكن كانت قياسيات كذلك، سجلنا 53 درجة في منطقة مقربة وهي منطقة في شمال غرب الكويت، ومدينة الجارة كذلك تجاوزت 50 درجة مئوية، وعدة مناطق أخرى كمطار الكويت هي مسبوقة، يعني غير مسبوقة في مثل هالدرجات العالية التي سجلت. ولكن كذلك هناك توقع لمزيدا من ارتفاع في درجات الحرارة في فترة شهر أغسطس، لأن هي من الأشهر التي تزيد فيها كذلك درجات الحرارة، وقد نسجل مرة أخرى 50 وزيادة عن 50 درجة مئوية. ولكن نتوقع الرطوبة النسبية، الرطوبة النسبية دائما تجعل انخفاض في درجات الحرارة، ولكن الإحساس فيها تكون نفس الشيء كأنها بالخمسين وزيادة عن الخمسين، خاصة أن أجواء تكون مرهقة ومتعبة، وكذلك الإحساس فيها تزيد في الفترة المقبلة. يعني إحنا الرطوبة النسبية كانت عالية وفوارق كبيرة بين المناطق البرية والمناطق اللي هي الساحلية، تجاوزت أكثر من 16 درجة، يعني كانت على المناطق البحرية 35 وفي المناطق البرية تجاوزت 50 درجة مئوية. هذه الفوارق الكبيرة بفعل الرياح التي كانت على المناطق الساحلية وهي جنوبية شرقية، والمناطق البرية كانت جنوبية غربية. طيب بالإضافة للحرارة والرطوبة المرتفعة، هل سيكون هناك غبار أيضا؟ سيكون هناك بعض السحب، وهذا الشيء اللي هو يكون غريب دائما، وما يسمى يعني سحب الصيف وأحيانا أمطار الصيف في مناطق مثل المملكة العربية السعودية، حيث المتوقع كذلك أن تتساقط بعض الأمطار لتكون سريعة التكون، سريعة التلاشي في مثل هذه الفترة. الغبار يعني احنا عارفين في مثل هالفترات، نعم نتوقع الغبار، نتوقع بعض السحب خلال مثل يوم السبت، نتوقع بعض الغبار في السبت القادم هذا، خاصة مع نشاط الرياح، وبعد ما تخف الرطوبة النسبية ابتداء من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل. ولكن هناك كذلك توقع لزيادة بالرطوبة النسبية في آخر أسبوع، يعني هناك في توقعات يعني كثيرة لمثل هذه الأجواء، نعم، من غبار، من رطوبة نسبية، وكذلك بعض السحب، نعم، خلال هاليومين إن شاء الله. نعم، خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، شكرا جزيلا لك.